قعدت ليلى في اوضتها وشها اصفر، وهي مش عارفه ازاي هتقدر تتصرف في حكايه الارض، وازاي هتقدر ترجعها علشان تديها الراغب، وهي كمان خايفه من راغب لان طلباته مش هتخلص حتى لو اخد الارض. ازاي هتطلب من جلال ان هو يرجع ليها الارض، وخصوصا انها رفضت جوازه من بنت خاله اميره، وانها مستعده تتنازل على الارض بس ما يتجوزش اللي اسمها اميره. هيقول عنها ايه لو طلبت الارض؟ ان هي بتلعب بيه. محتاره تعمل ايه، تقول له عن تهديد راغب ليها وبالصور اللي معاه لشروق؟ بس ازاي هي مش هتقدر تعري اختها حتى لو كان قدام جوزها؟ لو كانت الصور دي تخصها هي مش هتقدر تتردد لحظه واحده، وهتقول لجلال عن تهديد راغب ليها، وبرضه مش هتقدر تتنازل عنه لوحدة تانية في سبيل إنقاذ أختها. غمضت عينيها وهي حاسة بألم، مش قادرة تتنفس حتى، فهي محتارة. وسمعت صوت موبايلها وشافت رسالة تانية لشروق وهي في صورة جديدة وهي عارية تماما. راح وقع منها التليفون وهي رفع عينيها في السماء وبتغمض وبتصرخ بأعلى صوتها وهي بتشتكي ربنا إن هو يرفع عنها البلاء وعن أختها. وفضلت قاعدة مكانها مش عارفة عد عليها وقت قد إيه، لحد ما فتح الباب وكان جلال وهو واقف وبيبص عليها بغضب، وحست بالخوف وهي عارفة إن النظرة دي وراها حاجة، وأكيد عارف إنها طلعت من البيت من غير إذنه. وراح قال لها جلال بتعجب: ما انت طلعت بتعرفي تخافي أهو، لا برافو عليك بجد، تعالي هنا. أني أمي ما قدرتش، كان لازم ما قدرتيش تستني وكان لازم تروحي. طب ما فكرتيش ان ممكن يكون فخ عمله ليك الحيوان دي؟ طب ما فكرتيش فيه؟ ما فكرتيش ممكن كان يحصل ايه لو كان حصل لك حاجة او الحيوان دي عمل ليك حاجة؟ وراح مسك ايديها وهي شهقت بألم لانه ضغط على الجرح اللي في ايديها لما انصابت وهي بتجري، وقال لها بعصبية: امشي من قدامي، ابعدي عني الساعة دي. جلال اني، وراح شاف الجرح اللي في ايديها: ايه اللي عمل في ايدك كده؟ انا وقعت وانا كنت بجري، ووقعت كذا مرة، اتعورت في حتة تانية غير ايدك وركبتي كمان، بس هما مش بيوجعوني. ليلي اسكتي خالص، كلامك ده بينرفزني وبيخليني نفسي اكسر كل حاجة. ادعي ربنا ان ما تكونش الحاجة دي دماغك، اقعدي هنا لحد ما تتحركيش من عندك لحد ما ارجعلك. وراح الحمام وجاب علبة الاسعافات الاولية. انا ممكن اعملها، روح انت غير هدومك. ليلي اسمع الكلام وخلي الليلة دي تعدي على خير. وراح ركع قدامها ورفع رجليها. اتسعت عين ليلى الصدمة وهي بترفض ان هو يحط لها المرهم، بس هو بص لها بتحذير وراحت قالت له بضعف: جلال ما تزعلش مني علشان خاطري، لو مهما حصل اوعى تزعل مني، لازم تعرف اي حاجة بعملها بتبقى غصب عني ومش بقصد بيها زعلك ابدا. انا مش زعلان منك، انا كنت خايف عليكي، ما تقدريش تتخيلي كنت حاسس بايه، وعقلي بيصور لي ان ممكن الكلب ده يكون الزاكة وقدر يوصلك اول ما كلموني انك مش موجودة في البيت. شدها له وحضنها بقوة: اوعي تعملي كده تاني، اوعي تخليني في يوم احس بالضعف ويكون سببه انتي. ليلي لازم تعرفي حاجة مهمة، اجلنا فيها الكلام كتير قبل اي حاجة. ايه هي؟ اتكلم انا سمعاك. اميري، الموضوع يخص اميرة وجوازي منه. مالها اميري؟ مش انت قلت انك هتتجوزها وترجع لارض بعده؟ غير كده مش عاوز اسمع حاجة عنه. بلعت ليلى رقها وهو بيبصلها وهو مذهول: ليلي انت بتتكلمي بجد؟ مش هتكلم جد ليه، هو الكلام ده فيه هزار؟ انت قلت انك هتتجوزها وهترجع لارضي، يبقى خلاص كده هنتكلم عنها في ايه بقى؟ غمض عينيه وقال لها بصوت بارد: وكلامك عني وانك عاوزاني اني ومش مهم الارض كان ايه بالظبط؟ وقالت بصوت اسف مصطنع: مش هنكر ان حاولت اقنع نفسي ان الارض مش مهم عندي، بس بصراحة ما قدرتش، خصوصا لما اخدتوها مني بالطريقة دي، واظن من حق انك ترجعها لي، ومادام جوازك منها هو الطريقة الوحيدة لكده يبقى خلاص انا ما عنديش مانع، المهم ارض ترجع لي. تمام يا ليلي انت صح، وزي ما قلت ده حقك وانا مش هقدر انكر حقك ابدا، يومين بالكتير وأرضك هترجع لك.
نهى حديثه وراح ناحية الباب، وراحت قالت له بخوف: استني، انت رايح فين؟ ما يخصكيش اي حاجة بعد كده تخصني، مالكيش فيه ولا تسألي عنه، مفهوم؟ وبعد ما خرج قالت لنفسها: سامحني يا جلال، غصب عني الموت كان عندي اهون من اني اسلمك بايدي لوحدة تانية تاخدك مني، بس غصب عني، والله غصب عني. وبعد كده سمع صوت موبايلها وكان راغب، فراحت ردت على التليفون وهي بتقول له: ارحمني ارحمني بقى، انت ايه، ما عندكش رحمة؟ انا ما بقتش مستحملة. بعد كده يا ليلي ابقي رد علي وما يهمنيش من جنبك، اوعي تقوليلي انك كنت بتعيطي يا ليلي، والله ازعل قوي قوي علشانك. عاوز ايه يا راغب؟ ما ينفعش يعني كل شوية تكلمني وتبعت لي الصور الزبالة دي، انت كده حتى. راح قطع راغب وهو بيصرخ: ما تتكلميش معايا كده، ولا تقوليلي اعمل ايه وما اعملش ايه، انت تنفذي اوامري وبس، فاهمي؟ ولا تحب ابعت لك صورة كمان تفوقك وتفهمك؟ خلاص يا راغب خلاص، انا اسفة والله، بس كفاية صور ابوس ايدك، انا ما بقتش مستحملة. ممكن تقول لي عاوز ايه بسرعة قبل ما جلال ما يرجع؟ ضحك راغب وقال: اه جلال بيه، لا ليك حاج، خليه كده احسن بعيد عنا وعن اتفاقني. لا بس برافو عليك، ليلة الحلوة طلعت شاطرة وبتخاف علي اهو. اخاف عليك انت؟ انا لو طول اعرفه واخليه هو اللي يتصرف معاك ويعرفك مقامك وسط الرجال، ما كنتش هترد ثانية واحدة، بس للأسف علشان أنا غبية وخايفة من الفضايح عملت ليك سعر. جدع يا ليلي، وخليك غبية كده على طول لحد ما أخد اللي عاوزه. ها هتنفذي امتي؟ أنا ما عنديش طولة البال للعب والهبل دي. اديني مهلي أكون قدرت رجع الأرض من جلال وساعتها هعرفك. نعم يا أختي، أرض إيه اللي مع جلال؟ امتى كتبتها له يا بنت انتي؟ دي حصل قبل ما افقد الذاكره. لا ما دام الموضوع كده يبقى نصبر لو حتى شهر، ده يوم السعد والهاني، مش كده يا ليلتي؟ بطل تقولي ليلتي دي، اياك اسمعها منك تاني. هتسمعيها مني تاني وتالت ورابع، انت ليلتي وهتفضلي كده طول العمر برضاكي ولو غصب عني. يعني ايه تقصد ايه بكلامك دي؟ ولا حاجة يا بنت عمي، اهو كلام فارغ من اللي انت متعودة عليه مني. يلا سلام بقى، اكلمك بعدين. ونرجع لبيت المغربي، وكان راغب قاعد مع نسيم، وراح قال نسيم لراغب: اعرف يا راغب انا مش موافق على اللي عملته دي، ده هتبقى مرات اخوك يا جدع. اتجاهله راغب وهو بيبص للصور اللي كانت على موبايله، وراح كمل نسيم: انت مش قلت الشغلانة دي تخص ليلي؟ ايه اللي جلب الليلة بقى؟ يا نسيم يا حبيبي، اللي يشوف نرفستك دي يفتكر انك من بقية العيلة ولا حاجة. بس هي مش مشكلة، انا هفهمك انا عملت كده ليه، يمكن بعدها تحل عن دماغي. شوف يا سيدي، ليلى بنت عمي ما فيش حاجة بتوجعها ولا تهمها غير اللي بتحبهم، يعني لو كانت الصور دي ليه ما كانش هتهزها شعرة، وقليل إن معرفت جوزها كمان. أما لو أختها حبيبته اللي فرحها كمان شهر هتخاف عليه وهتعمل أي حاجة، ولا إنها تفضح أختها قدام جوزها. فهمت يا غبي؟ بس دي مرات أخوك يا جدع وبنت عمك، أنا مش فاهم أنت إيه، قول. ما هي عشان مرات أخوي عملت كده، نفسي أشوف الذل في عينيه لما صور عروسة الهنا تغرق الدنيا بطلتها البهية، عاوز أشوفه حيرفع عينه في الناس بعد كده إزاي، حيكمل جوازة الهنا دي بعدها إزاي، نفسي أشوفه مكسور قدامي زي ما كسرني قدام البيت كله. راغب، هو أنت ناوي على إيه بالظبط؟ طبعا يا نسيم، عيب عليك، ده انت عشرة عمر ولحد دلوقتي مش فاهم دماغي. شوف انت بس الراجل بتاعنا ببيت الصاوي، وخليه يفتح عينيه ويفنجله ويبلغنا بالجديد اول باول. ما جاوبوش نسيم، هو بيبصله بذهول كأنه اول مرة بيشوف راغب قدامه،
وفي أوضة الجدة كانت ليلى قاعدة معاها وعينيها كلها دموع، فراحت قالت لها الجدة: مالك يا حبيبتي، ليه وشك دبلان كده وحزين؟ أبدا يا جدتي، أنا كويسي أهو ومش زعلانة ولا حاجة. لا زعلاني، هو أنا مش عارفاكي، أكيد زعلانة علشان موضوع أختي. اتسعت عين ليلى بدهشة وحست بالارتباك، فراحت قالت لها الجدة: سمعتك وانت بتتكلمي مع أختك من شوية، بس ليه عاوزاها تروح دارها لأمها علشان تعرفي تزوريه؟ هو جلال منعك تروحي دار أهلك ولا إيه؟ ده لو عمل كده قوليلي بس وأنا هكلمه لما يجي. لا لا يا جدتي، خلاص جلال ملوش دعوة، أنا اللي مش عاوزة أروح هناك. ليه يا حبيبتي كده؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين اكيد نفسك تطمني على امك كمان بعد تعبها، وتشوفيها بعينك وتقعدي معاها يومين. نفسي جوي اشوفها يا جدتي، بس انت عارفه ان راغب ابن عمي رجع وقعد في الدار، وطبعا ما ينفعش ان اروح هناك. عارفه يا حبيبتي، وعارفه ان الناس في بلدنا كلامها كتير ما بيسكتوش، بس ده ما يمنعش تروحي تقعدي مع امك يومين، خصوصا ان اختك زمانها مشغوله في فرحها. بس ولا يهمك من حد، انا لما جلال يجي هكلمه، وهو استحاله هيقول لي لا ابدا. تعرفي يا ليلي، هو جالي كده من كام يوم وقعد معاي، وطول القعده كان بيتكلم عنك انت وبس. حست ليلى بسعادة لما جدتها قالت لها ان هو ما بتكلمش غير عنها. ايوه يا بنت، زي ما بقولك كده، قعدنا ساعات يحكي لي عنك وعن خوفه وقلقه عليكي علشان موضوع دماغك دي، وعن الارض وحكايتي. واه لو شفت اللمعة في عينه طول ما هو كان بيتكلم عني. طب ايه اللي جاب سيرة الارض بينكم يا جدتي؟ اتنهدت راجية بحزن وقالت: كان بيحاول يفهمني ان الارض اللي معاكي مش مهمه، وكفايه علينا اللي عندني، وان عاوز يبتدي صفحه جديده معاكي من غير ما تكون الارض مشكل بينكم. كان بيحاول ما يزعلكيش. العبيط دي ما يعرفش ان يوم المونة عندي اشوفه متهني وفي ده ارض الصاوي كله. يومها الدنيا ما كانتش سايعاه لما طمنته اني مش هزعل ابدا لو الارض دي ما رجعتش لنا خالص، وجرى بعدها علشان يجيبك من بيت اهلي. مالي مالك يا حبيبتي، مالك زعلانه كده ليه؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، انا كويس، دي شويه دوخه وبسيطه. لا كويسه ده ايه، انت تطلعي ترتاحي دلوقت، وانا لما يجي جلال هعرفه انك فوق بترتاحي علشان ما يقلقش عليكي. يلا يا حبيبتي اطلعي نامي وارتاحي. ولحد هنا تخلص حلقتنا، بس حكايتنا لسه ما خلصتش. اتمنى دعمكم ليا بلايك واشتراك يا احلى متابعين. بحبكم جدا، اشوفكم على خير.